كده العيان اتعمل له شغل جراحه الاوعيه الدمويه المطلوب مننا. حلو. شويه حاجات بقى كده مفيده طبعا، يعني العيان اللي عنده مشكله في الكلى وعماله المشكله دي تتزايد والمستوى بتاع وظائف الكلى حاجه اسمها سيرم كرياتينين عمال يزيد عمال يزيد عمال يزيد ومش بيستجيب للعلاج بتاع دكتور الباطني كلى، يبقى ده واضح ان هو داخل في السكه بتاعه الفشل الكلوي وغسيل الكلى. حلو. اقوم انا اعمل له بقى العمليه دي بدري قبل ما يوصل لانه محتاجها، لان هو كده كده بكثره الجلسات هيوصل لها. هو الدكتور الباطني بتاع الكلى والله العيان دوت داخل في سكه فشل كلوي. حلو. طيب هنحضره ازاي بقى ان هو يغسل الكلى؟ نعمل له العمليه دي بدري بدري. بمعنى ايه؟ عشان اعمل عمليه النهارده وتنجح النهارده مش هيقدر يغسل منها الا بعد 6 اسابيع. اشمعنى يعني بعد 6 اسابيع؟ عشان يبقى الوريد ده ماتيور نضج. نضج يعني ايه؟ يعني ايه نضج؟ انا بشيل الوريد من مكانه. طب التغذيه بتاعت الوريد دي، ما هو كان فاكره في حلقه الاوعيه الدمويه لما قلنا ان الاوعيه الدمويه ليها تغذيه باوعيه دمويه؟ طبعا. طب احنا لما نشيل الوريد ده من مكانه، ما احنا قطعنا عليه الاوعيه الدمويه اللي بتغذيه من بره، ما بقاش قدامه تغذيه دلوقتي غير شويه الدم اللي ماشيين فيه. حلو. ده يعمل لخبطه في الوريد، يخليه لا قادر. فاكره الحلقه بتاعت لما قلنا فيه سيوله وفيه تجلط والاثنين فيهم اتزان؟ طبعا. ده الوريد دوت، الوريد ده لا بقى قادر يعمل السيوله الكويسه ولا قادر يعمل التجلط الكويس، لانه الدوره الدمويه بتاعته هو اتاثرت عشان انا شلته من مكانه. الكلام ده كله بيتصلح بعد 6 اسابيع، 42 يوم 40 يوم اكتر من كده حتى ممكن. فانا استغل ال6 اسابيع دول بدري بدري اعمل له العمليه بحيث لما يحتاج للغسله يبقى ده موجود. يعني زي ما نقول كده احنا بنقول دي نصيحه لاي مريض ده المفروض فشل كلوي، ده اكتر من نصيحه او داخل على ده المفروض. يعني ده المفروض يكون بروتوكول، يعني هو ده لمريض الغسيل الكلوي.